السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الاحتقان الداخلي في العراق، هل سينتج ثورة جديدة؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم الانضمام إلينا في هذه الحلقة من خلال أرقام هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم. وسينضم إلينا في هذه الحلقة أيضا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، معنا عبر تطبيق زوم بعد قليل. مشاهدينا، يعني دعونا الآن نتابع تقرير يتحدث عن مرحلة محمد الشيع السوداني، هذه المرحلة التي يعيشها العراقيون الآن، حكومة جديدة من ضمن الحكومات المتعاقبة التي جاءت لحكم العراق بعد 2003. ما الذي تغير في زمن حكومة الخدمات كما يطلق عليها هو ومن معه ضمن العملية السياسية، وكذلك الآلة الإعلامية التي لديه؟ وهل تغير شيء عما سبق أو عما سبق في الحكومات السابقة التي سبقت طبعا محمد الشيع السوداني؟ وهل اختلف إنتاج هذه الأحزاب لشخص آخر، غير من شكل المرحلة الحالية التي يعيشها العراق، أو غير من الحالة العامة التي يعيشها البلد طيلة 20 سنة؟ لنتابع التقرير ثم نعود. من استعراض إلى آخر، يتابع رئيس الحكومة السوداني رحلته في تسويق الوهم عبر مشاريع لا أساس لها على أرض الواقع لتهدئة الرأي العام في العراق وعرض منجزات مزيفة في مسعى للخداع السياسي. السوداني عرض وعودا سماها خططا استراتيجية لمعالجة شحة المياه ومكافحة المخدرات وتهريب العملة الأجنبية لإيران، كما ذكر أن حكومته لن توافق على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع دون إكمال مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية. ولم يكتف السوداني بهذا الكم من المشاريع المفترضة، وإنما وعد بإنشاء مدن صناعية تحقق نقلة نوعية في القطاع الذي أصبح شبه منهار بعد عام 2003، حتى باتت المواد المستوردة هي الشائعة في السوق العراقية. وعود تذكر بالسنين التي أمضاها عادل عبد المهدي في الترويج لحكومة التكنوقراط والمشاريع التنموية، وتابعه في سوق الوهم مصطفى الكاظمي بورقته الإصلاحية البيضاء. ويبدو أن السوداني تجاوزهم بمراحل في عملية بيع شعارات الإصلاح. مراقبون رأوا أن وعود السوداني صارت تثير السخرية والتهكم بالنسبة للمواطن العراقي الذي يعيش في محنة فقدان الكرامة الإنسانية ويكد طوال اليوم من أجل إطعام أطفاله. ورغم ذلك، تصر هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء أن 78% من العراقيين يثقون بحكومة السوداني بحسب استطلاع رأي أثار تهكم ناشطين قالوا على سبيل السخرية إن الاستطلاع الحكومي جانب الصواب، وإلا فإن 99% يثقون بالسوداني. كل هذا الترويج الإعلامي للسوداني لا يمكن أن يجعل الوهم حقيقة عند العراقيين، كما أن الوهم لا يمكن أن يكون جسرا لعبور العراقيين نحو المستقبل بعد أن أيقنوا بالثورة الشاملة جسرا حقيقيا لنجاتهم. مشاهدينا الكرام، إذن يعيش العراقيون حالة من الاحتقان بسبب الظروف التي مر ويمر فيها بلدهم نتيجة الأزمات التي بدأها الاحتلال وفاقمتها الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق. ويبدو أن الوضع في العراق ينذر بانفجار شعبي قريب ضد العصابات التي تحكم البلد كما يصفها العراقيون. وبالرغم من تعاقب الشخصيات وتغير الأسامي والوجوه التي تبوأت المناصب الحساسة في البلد، إلا أن السياسة والنهج المتبع من قبل حكام المنطقة الخضراء هو ذات النهج الذي بدأه أياد علاوي في أول حكومة تشكلت في العراق بعد الاحتلال، مرورا بإبراهيم الجعفري مؤجج الحرب الأهلية الطائفية، فنور المالكي صاحب أظلم حقبة في تاريخ العراق كما يصفها مراقبون، ثم حيدر العبادي الذي سلم العراق لميليشيات الحشد على طبق من ذهب، وصولا إلى عادل عبد المهدي الذي قتل متظاهري ثورة تشرين، مرورا بمصطفى الكاظمي، وصولا إلى محمد الشيع السوداني الذي لم يتغير حال العراق في حكمه بل يسير متسارعا من سيء إلى أسوأ. وهنا نتساءل، في ظل هذه الأزمات التي
تعيشها قطاعات العراق الاقتصادية، التعليمية، الصحية، القانونية، الأمنية، الزراعية، الصناعية والخدمية. هل سيشهد البلد ثورة؟ أم أن هذه الأزمات أنهكت المواطن العراقي؟ مشاهدينا الكرام، أرحب الآن بالدكتور محمد جواد فارس، معنا عبر تطبيق زوم، الكاتب والباحث السياسي. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بداية دكتور، لماذا أوصلت حكومات ما بعد الاحتلال المواطن العراقي إلى هذه الحالة من الاحتقان؟ باعتقادي إن ما جرى بعد الاحتلال بعد 2003 هو برنامج ممنهج من أجل تدمير العراق، وتدمير العراق وفق مخطط. هذا المخطط مرسوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول حلف الناتو، لأن العراق يشكل في منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لهم، وخاصة للحفاظ على أمن إسرائيل. وأن الجيش العراقي بعد الحرب العراقية الإيرانية خرج بإمكانيات كبيرة، ولذلك جرى ما جرى. أما الآن في هذه الحكومات المتعاقبة التي جرت منذ عام 2003 وبعد حكومة 2005 لإياد علاوي وما تبعها من سلسلة من رؤساء الوزراء، لم يقوموا بأي عمل لمصلحة الشعب العراقي. طيب. وإنما جرى تعقيد الأمور وتهديم البنية التحتية التي كانت جارية أيام النظام السابق من يعني مدارس. دكتور، ألم يخشوا من الهبة الشعبية أو الانتفاضة التي قد تطيح بهم، قد تسحلهم في الشوارع كما حدث مع تجارب سابقة مرت في التاريخ سواء في العراق أو في دول أخرى محيطة بالعراق أو دول حتى عربية أخرى يعني ضمن الوطن العربي؟ يعني هناك تجارب أثبتت بأن الكبت والضغط المستمر سيولد الانفجار. يعني هل هم مطمئنون لهذه الدرجة أن مهما حدث ومهما فعلوا لن يستطيع الشعب الوقوف بوجههم؟ بالتأكيد إنه المتعارف عليه والمعروف من تاريخ شعبنا العراقي هو شعب الثورات والانتفاضات، لا يقبل بالجور أبدا. والدليل على ذلك حتى ثورة تموز 58 التي أنهت الحكم الملكي السابق، وكذلك انتفاضة ثورة 20 المعروفة والتي توحد بها كل قبائل العراق وشخصيات وطنية. فالعراقيين معروفين، لم يسكتوا عن الجور أبدا، وإنما هناك طبق ساخن تحت بركان يجب أن يتفجر بأي لحظة من أجل النهوض بعراق جديد، عراق يأخذ به المواطن العراقي حقه في الحياة الحرة الكريمة التي يعاني منها الآن. طيب. من الجور. دكتور محمد، هناك أيضا معنا يعني أحد الضيوف أرسل لنا رسالة، الأستاذ جبار الياسري. حقيقة يعني هو سؤال يطرح، ما الذي ينتظره الشعب العراقي؟ يعني حضرتك ده تقول أنه بانتظار اللحظة اللي ينفجر بها هذا البركان، 20 سنة من الضغوطات، من الأزمات، من الضغط المستمر على هذا الشعب. نعم، ولدت هذه الضغوطات ثورات وتظاهرات، لكن لم تأتي أكلها. وبالتالي السؤال هو، ما الذي ينتظره الشعب الآن؟ إحنا ب 2023 نعيش أسوأ مراحل الدولة العراقية الحديثة، ماذا بعد؟ صحيح، الذي يجري حاليا هو كبت الحريات وقمعها، وخاصة بوجود ميليشيات مسلحة وأحزاب. ولذلك إن الشعب العراقي معروف عنه في انتفاضة تشرين لم يسكت أبدا، قدم 1000 شهيد من أجل كرامة الوطن وسيادته تحت شعار نازل آخذ حقي ومن أجل الوطن. فالأمور تجري بشكل متدرج، والآن وخاصة
بعد أن أعلنوا أن هناك انتخابات لمجالس المحافظات، باعتقادي أنه هذه اللحظة سوف تفجر الأزمة، لأنه المعروف عن شعبنا لا يسكت عن الضيم، ولذلك هذه اللحظة هي مآتية إلى ثورة تشرينية جديدة يقوم بها الشعب العراقي من أجل إنهاء هذا التسلط. يعني هناك ربما من يختلف مع حضرتك دكتور. أحد الأخوة أرسل لنا رسالة على الواتساب يقول الشعب العراقي شعب منبطح، يعني ربما يرى من وجهة نظره بأنه لا توجد أي ملامح لغضب، نعم هناك حالة من التذمر، هناك حالة من الاستياء، هناك حالة من النقمة على الوضع الحاصل الآن في العراق، لكن ليست لها بوادر على أرض الواقع تشي بوجود تحركات، ثورة، تظاهرات، لا يوجد هذا الشيء. لا ننسى أن هناك عملية القمع هي ليست قليلة، ومعروفة أن هناك اختطاف للصحفيين أصحاب الأقلام الجريئة، وهم يفجرون لدى المواطن العراقي حبة جديدة، ولذلك يعتقلوا وغيبوا، إضافة إلى كثير من الناس الوطنيين الذين خرجوا إلى الشارع العراقي وقمعوا، وانتفاضاتهم انتفاضات محدودة مطلبية أكثر مما هي جماهيرية متعددة الأشكال. مثلا يقفوا وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي من أجل الخريجين، والتعليم العالي معروف هذا أنه حتى هناك شهادات مزورة هم الآن يتبوؤوا مراكز، بينما الطلاب الذين تخرجوا وبجهدهم لم يحصلوا على أي نصيب. يعني دكتور حقيقة هناك وجهة نظر أو رأي فيما يتعلق بالمظاهرات التي تخرج بين حين وآخر. يقول البعض بخلاف ثورة تشرين والمظاهرات التي حدثت في المحافظات المنكوبة الآن، المحافظات الغربية في 2013، هاتان المظاهرتان أو الثورتان طالبتا بإسقاط النظام. تجرأ المتظاهرون ووصل بهم الحد إلى المطالبة بإسقاط النظام. بخلاف هاتين التظاهرتين كل ما خرج هي مثل ما تفضلت تظاهرات مطلبية، كهرباء، خدمات، وكأن الكهرباء أو الخدمات أو التعيين لو توفر لأصبح الوضع أفضل في العراق. ويعني حقيقة يرى البعض بأن هذه النظرة محدودة وسلبية لدى البعض من العراقيين، ما رأيك؟ أنا باعتقادي أن الوضع يجب أن يتم بتغيير جذري، لأن هناك دستور في هذا البلد، هذا الدستور لا يعطي للمواطن العراقي أي حرية لا بالتعبير، وإنما هذا الدستور وضع من قبل الأمريكان فيلدمان، وجرى تعديله أو بالأحرى جرت صياغات متعددة عليه من أجل التقسيم العراق أولا، وثانيا وجود الطائفية المقيتة التي حددها هذا الدستور للأسف. ولذلك إنه شعبنا الآن يعمل من أجل إيجاد دستور يعني للمواطنة بدلا من المحاصصة الطائفية منه. وهذا هو حق مشروع، لأنه المواطن يحتاج إلى أنه هذا البلد يكون ذات سيادة ومحترم لأبنائه وحرية التعبير عن آرائه، بينما نجدهم يوميا يصدرون قرارات من أجل كم الأفواه حتى لا تتحدث عما يجري. ولذلك نعرف جيدا مسألة ارتفاع دولار بالنسبة لقيمة الدينار ومدى تأثيره على المواطن العراقي. صحيح. الذي يجوع حاليا، لأنه الآن سعر 4 بيضات بألف، هذا يتم، وهذا يكون حافز وعامل أساسي لتهيئة الشارع العراقي. تمام. من أجل إيجاد صيغة للتظاهر. أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور محمد اسمح لي.
خلونا تفضل. مشاهدينا الكرام نستمع إلى رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. عزيز أهلا وسهلا سيد أبو أحمد. أستاذ محمد، أبدأ كلامي حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق. أهل الباطل دولة صار لهم 20 سنة ونص ما قدموا خدمة واحدة إلى الشعب العراقي. يعني الآن ديت كالبون وديت يتعاركون بيناتهم على مجالس المحافظات. بالله عليك، شنو تعريف مجلس المحافظة؟ ماذا قدم مجلس المحافظة؟ هل هو جانب رقابي أو فقط رواتب وامتيازات لدعم أحزابهم؟ فلذلك 11 يجب أن ينتفر الشعب ويظهر لأهل الباطل أنه كفى. يجب أن ينتهوا، وإحنا مريد، أنا قلتك إحنا مريد الكهرباء والماء والتعيينات، هذه معناتها إذا وفرت الماء والكهرباء والتعيينات هاي الحكومة زينة. لا لا لا، صار 20 سنة ونص من أزمة إلى أزمة، ومن سوء إلى أسوأ، وهم متبعين شعار إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهاي مصيبة أضمن. يعني برأيك أبو أحمد، تعتقد أن هم يرون أنفسهم بأنهم على حق اللي دي يحكمون العراق؟ نعم طبعا، يعتبرون نفسهم على حق، وأن حولهم أعداء كثيرون، دول الجوار كلها عدوة لهم، والعالم كلها ما تتمنى لهم، بينما هم لا يدرون بنفسهم على باطل. ولو في فترة أخرى يطلع واحد يقول والله إحنا كلتنا فاسدين وكلتنا سوينا هيك، بس شنو الفائدة؟ كلام فقط، ولكن بالفعل هو باقي وباقي، وللأسف إن شاء الله 11 هي نهايتهم. وألف شكر لك. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. دكتور محمد، السيد أبو أحمد من بريطانيا يعتقد بأن هؤلاء اللي يحكمون العراق اليوم يرون أنفسهم بأنهم على حق، طالما صمت الشعب، طالما رأوا بأنه لا توجد ضغوطات حقيقية تمارس من قبل الشعب عليهم كثورة أو انتفاضة أو تظاهرة كما حدث في تشرين، فهم يسيرون بطريق صحيح. والسؤال هو، وطبعا قال أيضا بأنه يعتقدون بأن هناك أعداء لهم من الخارج، العالم بالمجتمع الدولي بدءا من الولايات المتحدة، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، وكل الدول المحيطة بنا تعترف وتتعامل وتتفق مع هذه الحكومات على كل شيء، وتعقد الاتفاقات والجلسات وغيرها. من لديهم من أعداء؟ هل هناك أعداء فعليين لهؤلاء؟ إنه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهم ليسوا أعداء لهذا النظام بقدر ما هم أصدقاء، لأن هذا النظام يقدم خدمات جليلة لهم في مجالات متعددة. الولايات المتحدة تكسب من ثروات العراق نفطه ومعادنه. الإيرانيين الآن هم بحاجة إلى التواصل مع هذه الأنظمة القائمة في العراق من أجل الحصول على مثلا على الدولار الأمريكي، لأنهم يعانون من الحصار، ولذلك يفرضوا علينا حتى بمجيء ما يجهزونه من خضار وفواكه من أجل ضرب الزراعة في العراق. صحيح، وهذا معروف. أما بالنسبة للانتخابات في 11، باعتقادي أنه المنتفضي تشرين اللي قدموا 1000 شهيد و15,000 جريح في أيام القاتل عادل عبد المهدي كانوا على صواب عندما طالبوا بحل مجالس المحافظات، لأنه مجالس المحافظات هذه هي بالأساس لم تؤدي الغرض المطلوب، سوى انتخاب محافظ فاسد يأتون به على أساس المعاصصة الطائفية. ولذلك يعني سؤال دكتور، هل هم بحاجة إلى هذه الانتخابات؟ يعني المحافظين اليوم الموجودين من نفس الأحزاب، تمام؟ يعني شنو اللي حيتغير في هذه الانتخابات؟ أنا أتفق معك بهذه الوجهة، وأنه المتواجدين حاليا في المحافظات هم ممثلين حقيقيين لهذه السلطة القائمة والمؤتلفة في أحزابها الدينية، من الدعوة إلى بدر إلى عصائب الحق إلى آخره من هذه المسميات.
ولذلك انه نحن الان بانتظار هذه الهبه. هناك حتى قوى تعتبر نفسها وطنيه وحتى تحت مسميات ما ديمقراطيه وتقدميه الى اخره، تريد المشاركه في هذه الانتخابات. انا اقول انهم يريدون بقاء هذا النظام نتيجه وجود مصالحهم الشخصيه. منهم كانوا مستشارين سابقين عند هذا الرئيس أو عند ذلك الوزير وتبوأوا مراكز في الدولة. ففي حالة إنهاء هذا النظام معناها كل مكتسباتهم تنتهي، ولذلك يريدون بقاء هذا النظام. طيب خلي بما أن حضرتك فتحت الباب، خلينا نتكلم بالأسماء. بعض الأطراف تصف نفسها ضمن العملية السياسية بأنها الأطراف المصلحة التي تبحث عن أمان البلد واستقراره واستقلاله وغيره. خلينا نجي على مثال يصدر نفسه دائما على أساس أنه هو المصلح وهو المنقذ، اللي هو مقتدى الصدر والتيار الصدري. بالفترة اللي سبقت انتخاب محمد الشيع السوداني، خرج الصدر تذكر حضرتك واقتحم المنطقة الخضراء وسوى هاي المسرحية على أساس شنو؟ على أساس التغيير الجذري وإلغاء العمل بالدستور. وبعدين صار اللي صار وانسحب من العملية السياسية وسلم الحكومة على طبق من ذهب للأحزاب البقية. طيب، هل هناك أطراف في العراق جادة فعلا بالسعي نحو التغيير الجذري سوى الشعب العراقي؟ أنا باعتقادي أنه الشعب العراقي له الكلمة الحق، وهو الوحيد الذي يقرر مصيره بنفسه. أما هذه التسميات وهذه المسميات التي يأتون فيها باسم هذا التيار أو ذاك الحزب أو كذا، هذه هي ليست بصدد أن تأتي بإجراءات ممكن أن تتخذها لصالح الشعب العراقي. نحن الآن نعرف جيدا أن في عملية منظمة النزاهة أو ما يسمى مكتب النزاهة في العراق، عشرات أو آلاف من الملفات الخاصة بعمليات سرقة ونهب مال الدولة العراقية، والذين الآن هم تجري عليهم إلقاء القبض، منهم وزراء سابقين ومنهم أعضاء في مجلس النواب ومنهم وكلاء وزراء إلى آخره. فأصبحت القضية واضحة أمام الشعب. ليس نحن بحاجة إلى هذا النظام، النظام الذي لا يمكن أن يعتمد عليه، وإنما تغييره هو وارد ويجب أن يكون طيب في مصلحة الكادحين من أبناء شعب. أرجع لحضرتك بعد اللحظات دكتور، خلونا نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. مشاهدينا الكرام تفضل يا أبو زينب، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي الأمور من لينا وزعنا من عدها، طلعت رواحنا ولعبة رواحنا من عدها. يعني فن السياسة مو سياسة، سياسة تعريفها العلمي هي فن الممكن. نعم، هذول فن لا ممكن وفن لا فهم، ودمروا الاول والثاني حتى الاصطلاحات كلها غلط ما تكون. نعم، كان لو تجي الان عن استخدام صيغه الاعلام المحاكاه لانتخابات مجالس النواب، ما ادري شنو مجالس النواب، ما ادري شنو يحطونها مجالس المحافظات. مجالس المحافظات هي سمع الواقع لسرقات من هم موجودين في السلطه من 2003 الى الان. هاي واحد. ثانيا اكو ناس اجوا يقدمون يعني صدق وطنيين كذا، كلهم استبعدوهم. 158 حزب جديد يا بليش استبعدتون؟ بعدهم ما منتقدين، عم بدخل يروح الشعب يقول كلمته. والله ما عندكم مقرات للاحزاب، ما عندكم قاده للكتل، عندكم كانت مقرات في البدايه، عندكم قاده للكتل. أبو زينب، أبو زينب اللي تفضلت بي، أنت قلت في بداية حديثك
طقينا وانفجرنا وملينا ومن هذا الكلام اللي يعكس حالة الغضب اللي تعتلي صدور العراقيين اليوم. السؤال هو أنه أكو قابلية للمجتمع العراقي أنه يتقبل مسرحيات ومهازل جديدة اسمها انتخابات في بلد لا يعرف حتى مفهوم الديمقراطية ولا يعرف معانيها ولا مفهوم الانتخاب المستقل للناخب ولا مفهوم احترام صوت الناخب؟ يعني المقصد من الكلام أكو بعد قابلية عند المجتمع العراقي يتحمل مزيد من الضغوطات اللي تمارس عليه من قبل هاي الحكومات؟ والله أول إجابة لهذا الموضوع مثل ما يقول سلاح ذو حدين. أولا استنفذ الشعب العراقي بكل طاقته وسحقت من عام 2003 إلى الآن. يعني وصلوا إلى حالة يعني معدوم الموت. نعم. هاي واحدة. يعني حتى يعني هم مثل 20 وكلا كلا وسلمية سلمية هاي مثلين. الإمام علي عليه السلام يقول رد الحجر من حيث جاء فالشر لا يدفعه إلى الشر. تضرب للطلقة مع مسدس أضربك بمسمع. مو تضربني برصاص وأنا أضربك بوردة. ما يصير. ولذلك من دول الجديدين بالعمل السياسي من 2003 الآن امتلكوا السلاح وامتلكوا القوة خدروا الشعب ودخلوا لك الموبقات والمخدرات وصرحوا عقول الناس يعني حتى أكل ناس من يعرضون على المثقفين اكتسبوه من طبعا الطومي. الإمام علي عليه السلام شو يقول؟ يقول أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وأنا أعرف جميع من أصدقائي كانوا ماقتين هاي العملية وكان الآن صاروا في سدة الحكم من تروحنا على الشر أول ما يغير رقم تليفونه. طيب. ثاني نتذكر شكرا أبو زينب من النجف، أشكر حضرتك وصلت الفكرة. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي إذا عدتكم هي متنفس لأغلب الشعب العراقي لهمومة وغمومة. نعم. الانتخابات لمجلس محافظات أنا بالنسبة لي أعتبر هذا فاشل. نفس الطغمة الأولية ترجع تعيش على قلوبنا أربع سنوات. زين المجلس محافظات هم شنو شغلهم؟ جايين يخدمون الشعب بالديوانية أم جايين يسرقون أمواله؟ طبعا احنا بس حتى لا يكون اكو سوء فهم لموضوع الحلقه يا جماعه، بس اريد حتى اتناقش ويا حضرتك ابو علي هم، وهذا الكلام عام للمشاهدين الكرام. اليوم الموضوع مو عن مجالس المحافظات بشكل محدد وخاص، اليوم الموضوع موضوع عام عن الضغوطات اللي دي يتعرض لها المواطن العراقي في كافه مجالات الحياه. لا تعليم بخير، لا زراعه موجوده، لا صناعه موجوده، الامن مفقود، العداله غائبه، تمام؟ عندنا مشاكل اقتصادية كثيرة يتعرض لها المواطن وضغوطات مستمرة، فقر وبطالة وجوع وناس تبحث عن طعام في النفايات. سؤال الحلقة اليوم، هل هذه الضغوطات وهذا الاحتقان يمكن أن يولد انفجار أو ثورة قريبا برأيك يا أبو علي؟ فجر ثورة الجياع ثورة المظلومين، ثورة الجياع يولدها، لأن هؤلاء جربناهم من محمد إلى سياسي كلهم كاذبين بكاذبين، يجون يجيبون أموال يطلعون للشيوخ الحشاير يضغطون على الناس ينتخبونهم بعدين يقومون يبقون شيوخ الحشاير. هاي الانتخابات ما نمشي لا عندنا شيوخ حشاير ولا بعد نعترف أنه باحث جدين شذاب علينا ولا نعترف بسياسي، لأن هاي كانت وقع ثورة الجياع ثورة المظلومين. إن شاء الله الله يستجاب الشعب العراقي، يعني اغلب الجنوب قاعد يوم عن يوم تزداد نسبه الفقر عندهم ويعرفونها كل الزين، بس هم يفكرون هم اسياد واحنا عبيد. ان شاء الله طيب. تردون عبيد وعاقبتكم مثل عاقبه صدام. شكرا جزيلا سيد ابو علي من الديوانيه، اشكر حضرتك. دكتور محمد ارجع لحضرتك مره ثانيه، واكو نقطه ذكرها السيد ابو علي في غايه الاهميه تتعلق بشيوخ العشائر.
حضرتك قبل شوية تفضلت عن ثورة العشرين وذكرت أنه شيوخ العشائر العراقية العربية الأصيلة هي التي كانت أساس ونواة هذه الثورة اللي أطاحت بالمحتل. لكن السؤال هو اليوم أغلب شيوخ العشائر ذات القوة البشرية والعسكرية من الناحية التسليحية موالية لهذه الأحزاب، خاضعة لهذه الأجندات المطروحة اليوم في العراق، عايشين على الفصول وعايشين على 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 هذه الحقيقة الأمور التافهة، وتاركين أبناء شعبهم أبناء محافظاتهم كاتلهم الفقر والجوع وعايشين تحت إرهاب الميليشيات. هل يمكن أن تنجح ثورة في العراق دون العشائر العربية العراقية الأصيلة؟ قاضي، إنه ليست هناك حركة وطنية عراقية ممكن أن تهتم بمسألة التوعية والتثقيف، ولذلك إن هذه العشائر اتخذت اتجاه هو أن تكون موالية لهذه الأحزاب في المحاصصة الطائفية. هذه الأحزاب هي التي مولتها بالسلاح وبالمال من أجل أن تتورط في قضايا تافهة إلى أبعد الحدود، وهي الدقات العشائرية مثلا، واستخدام أسلحة حتى لم تكن فردية وإنما أسلحة ثقيلة منها صواريخ وكذلك. فباعتقادي أنه العودة إلى تثقيف هذه العشائر بروحية المواطنة وبروحية حب هذا الوطن راح نقدر أن نطلع باستنتاج أنه هناك شيوخ عشائر فعلا وطنيين، هذولا ممكن زجهم في هذه المسألة التثقيفية والتوعية. كيف يمكن تثقيف شيوخ العشائر دكتور؟ تثقيف شيوخ العشائر يأتي من خلال عشائر لها بعد نظر في ما يجري حاليا في العراق. هذه العشائر ممكن أن تؤثر على العشائر الأخرى باهتمامها بالوضع الحالي وليس بهذه القضايا التي هي قضايا زواج أو خطف أو دقات عشائرية، هذا مطلوب وذاك كذا. هذه تعتمد على ناس ممكن أن يكونوا هم يعني أصحاب فكر ووطنيين وطنيين واعتبروا أنه مسألة العراق الموحد العراق ذات السيادة هي أهم، ولذلك هذا هو الذي يجري حاليا. طيب. غير مرغوب فيه وغير موفق وغير متبع في أساليب ثورة العشرين التي تحدثنا عنها. طيب دكتور، السيد أبو زينب من النجف لديه وجهة نظر ربما مغايرة لقضية التغيير عن طريق السلمية. يعني هناك بعض العراقيين حقيقة ربما يؤيدون أيضا، وإحنا استمعنا إلى هذه الآراء في برامجنا، الناس تقول جربنا ثورة تشرين وجربنا ثورة المحافظات الغربية اللي انتفضت، كانت سلمية، لم تطلق رصاصة واحدة ولم تحمل السلاح ولم تحمل سوى العلم العراقي، قوبلت بالقمع. لماذا نستمر بطرح موضوع السلمية والسلمية؟ لا يتغير، لا يفل الحديد إلا الحديد. كيف يمكن أن نقدم أو أن نقوم بعمليات تغيير جذرية ونحن نقابل بآلة قمعية مدعومة دوليا؟ تمام، إذن هو ينظر من وجهة نظره أن السلاح هو الحل، يعني وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، من هذه المبادئ. هل تتفق مع هذه الطروحات؟ أنا باعتقادي أنه الشعب هو مسلح حاليا، وفي كل بيت هناك سلاح حتى للدفاع الشخصي، لكن البداية عندما تكون في التظاهرات السلمية هي خطوة إلى الأمام من أجل النهوض في هذا الواقع، واقع أنه إحنا ما رح نسكت عما أنتوا تقومون فيه، وإنما ممكن أن نستخدم السلاح، لكن هناك سلاح لدى العدو هو الأكثر
مضارة مثل ما يقولون. ولذلك لا نستعجل في هذه الأمور. أولا علينا أن نستخدم السلمية ومن ثم نلتجئ إلى السلاح عندما يستوجب الأمر ذلك، لأنه كفانا قدمنا في ثورة أو انتفاضة تشرين 1000 شهيد. هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن والشعب. إذا حضرتك لا تتفق مع فكرة حمل السلاح أو الثورة المسلحة؟ لا، أنا أتفق في حالة أنه تكون البدايات السلمية هي بدايات أولية من أجل أن نستخدم السلاح. وإنما لا يمكن أن نسكت عن هذه التوجهات التي هم يقومون بها في هذه الأيام، خاصة أن هناك ناس يخرجوا إلى الشارع هم غير مسلحين، هناك وإنما سلمين. هناك دكتور، هناك سلاح يرى البعض مثل ما ذكر السيد أبو زينب أو ربما السيد أبو علي أيضا ذكر النقطة، هناك أسلحة بخلاف الأسلحة المعروفة، أسلحة الرمي والرصاص وغير الأسلحة النارية، لا، هناك أسلحة تمتلكها هذه السلطة تتمثل بمعممين ورجال دين يسيرون مع هذا النظام. يرى كثير من العراقيين بأنهم يقفون حجر عثرة أمام أي محاولة للتغيير الموجودة اليوم في العراق عن طريق تخدير شريحة من المجتمع العراقي بمصطلحات وبخطب وكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع. على سبيل المثال، هناك جهات دينية لها وزن ولها ثقل في الشارع العراقي لا تحرك ساكن تجاه الفساد والمخدرات ووصالات القمار وبيوت الدعارة والميليشيات المنتشرة، لكنها قد عندما تقتضي الضرورة التي تحتاجها هذه الأحزاب قد تخرج بفتوى لمصلحة هذه الأحزاب. لماذا هذه الجهات الدينية تناقض نفسها ولا تقول كلمة الحق عندما يحتاجها المواطن؟ هؤلاء المعممين قسم منهم هم أذناب وذيول لإيران وللجهات المتواجدة في داخل العراق الذين هم ضمن هذا التحالف القائم الذي جاء بالشيع السوداني ورئيسة الوزراء. هؤلاء هم دعاة وأجراء في نفس الوقت مدفوعي الثمن من أجل تدمير المجتمع العراقي، حتى أنه وجدوا في عمامة أحدهم هناك مخدرات، وهؤلاء هم الذين يرتكبوا كل الموبقات من أجل تدمير هذا المجتمع. وفي نفس الوقت هناك رجال دين شرفاء لديهم أفكار، وأنا أذكر على سبيل المثال وأنتم تعرفون جيدا السيد أحمد الحسن البغدادي المناضل الجريء والشجاع في طروحاته من أجل إيجاد مثلا تجمع ديني إسلامي لا يقبل بالاحتلال، ومشاركته الفعلية في الجهاد ضد المحتلين، كلنا نعرف هذا، وهو صاحب رأي دقيق في أنه الحوزة العلمية أو الحوزة الدينية يجب أن تكون عربية المنشأ، لا من هؤلاء الذين يأخذون الزكاة من الناس ويرسلونه إلى إيران مثلا أو أفغانستان، وإنما هو ملك للشعب العراقي، لا مدارس لا مستشفيات لا دور سكنية للمواطنين، أين أنتم من هذا؟ ولذلك رجال الدين ليس كلهم من هذا النوعية، وإنما نحن نعول على الأصوات الشريفة المناضلة الوطنية في كبح جماع هذا التوجه الديني من أجل يعني أحد الجهات المعروفة الموجودة بالعراق. وخلينا نتكلم بصراحة، الموضوع ما يحتاج أنه نلف وندور، مرجعية النجف بزعامة السيستاني بالوقت اللي العراق مليء بمرضى السرطان
أرسلت مليون أو أكثر من مليون دولار أمريكي إلى إيران لإنشاء مستشفى لمعالجة الأورام السرطانية في إيران. أبناء العراق اللي بالبصرة واللي بقية المحافظات العراقية نهشهم السرطان بسبب الملوثات البيئية، الجماعة يدزون الفلوس إلى إيران لإنشاء المستشفى في إيران. يعني معقولة أكو أحد يخاف على هذا المجتمع ويهمه مصلحة المواطن من ذولا اللي موجودين بالعراق؟ وهذا من يصدق هذا الكلام؟ وهذا اللي أكدنا عليه، أنه هاي المرجعية ليست لها علاقة بهذا الوطن العراقي، وإنما لها علاقة بالجهات أجنبية، وهي على سبيل المثال إيران. وأنت جئت بهذا المثل الذي هو من واقع الحال. فعلا أرسلوا أموال من أجل إيجاد مستشفى متخصص في الأمراض السرطانية، علما بأن العراق يعاني. لأن أثناء الاحتلال استخدم الأمريكان والبريطانيين الأسلحة اللي هي تسبب للجسم الإنسان أمراض سرطانية. هذا غير طبعا الملوثات البيئية من حرق الغاز بالبصرة، تلوث البيئة بشكل عام من بسبب المياه مع الجو. يعني هذه الحكومات دكتور لم تعالج أي ملف يتعلق بالوضع في داخل العراق. ملف المياه أهمل، وما عندنا حقيقة لا دولة صاحبة قرار أو سيادة أو شخصية تقف بوجه دول المنبع وتطالب بحق العراق القانوني. تمام، الزراعة أهملت، وإحنا عرضنا قبل يومين مقطع في وقت الحصاد، في وقت الحصاد تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل استيراد البضائع من إيران في وقت الحصاد لضرب المنتج الوطني. تمام، الصحة في خبر كان، وأسوأ القطاعات الصحية موجودة في العالم هي في العراق. يعني ماذا بعد؟ يعني السؤال هو حقيقة يوجه للمواطن، ما الذي تنتظره؟ ولا ننسى أن هناك أناس مهجرين من مدنهم. صحيح، صحيح، هذا ملف أيضا. هؤلاء يجب أن نناضل من أجل عودتهم إلى ديارهم. نعم، هناك في سجون العراق أناس حكموا عليهم بالاعتقال نتيجة التقارير المخبر السري. نعم، وهم أبرياء. صحيح، والآن حتى أن هناك قانون بالعفو، هذا القانون لم يجري دراسته، وإنما مددوه من أجل أن لا يستجيبوا لرغبة العراقيين في إنهاء هذا الملف. نعم، وعودة الناس إلى عملهم وإلى أشغالهم وهم مواطنين أبرياء. كل هذه الأمور موجودة في عراقنا، وللأسف يجب أن نطرحها على بساط البعث. لا صحة ولا تعليم ولا سكن ولا شوارع مبلطة مثل ما يقولون، ولا أمور أخرى ممكن التوجه صوبها من إنشاء. إذن هل تعتقد بأن الثورة قريبة دكتور؟ والله أنا أعتقد أنه وصل ذيل الزبا. نعم، ما بقى شيء يعني يذكر، لأنه حتى هذه ما يقول به رئيس الوزراء هي عبارة عن يعني أشبه بمطالب الشعب هو يريدها، ولكن هي حبر على ورق من أجل إسكات الناس وتمريرها على فترة زمنية لاحقة. وإنما نحن نريد الآن حكومة وطنية، حكومة تضم كوادر علمية اقتصادية تتوجه صوب بناء العراق. طيب، تنهي وإلى الأبد الاحتلالات. على سبيل المثال، وأنت ذكرت بالنسبة للمياه، إنهم لم يتحدثون لماذا إيران الذين يقومون بالدفاع عنها وتمويلها بالمبالغ هي أجرت تحويل لمجاري المياه الطبيعية التي تدخل ضمن الفرات إلى الداخل الإيراني بدلاً من العراق، ولهذا سببت كوارث بالنسبة للعراقيين في حالة عدم وجود المياه
من أجل الزراعة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا. مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم أيضا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.